أحييكم من جديد. غضب عارم شهده الشارع الكويتي بسبب إقدام الفنانة الكويتية إيما على الغناء باللغة العبرية في إحدى الحفلات في العاصمة. وكانت الفنانة الشابة قد أكدت أن الأغنية التي قدمتها في حفل على خشبة مسرح نادي الخريجين الكويتيين سبق أن غنتها المطربة داليدا بالفرنسية والعبرية، وأنها لم تكن تعرف المعنى الدقيق لنص الأغنية إلا عقب ما أثرته من ضجة. ودفعت إيما عن الأغنية معتبرة أنها لا تحمل أي نوع من الإساءة للعرب. ومعنا من الكويت الفنانة الكويتية إيما، أرحب بك في الثامنة. لماذا غنيت بالعبرية؟ نعم عزيزتي ريما، العرض يا عزيزتي ليس حكرا على العبرية. أنا غنيت 80% من أغاني العرض باللغة العربية الفصحى وخمس أغاني باللغة الإنجليزية وأغنيتين بالفرنسية وأغنية بالإسبانية وجزء بالياباني وجزء كذلك بالعبري، وهي محاكاة إنسانية وجولة سياحية حول العالم من فرنسا أنريكو ماسياس وجيفارا في الأرجنتين وألمانيا هتلر ومحمود درويش في الجدارية وبريطانيا سير آرثر وجبران خليل جبران والعراقي معروف الرصافي وكذلك راسبوتين من روسيا وشخصيات عديدة والمسيح أيضا من المسيحيين ومن اليهودين من كل التراث ومن ولكن كل البعض يرى إيما بأنه يعني ما المغزى من أغنية ستغنيها الفنانة إيما في الكويت، يعني الجمهور عربي ولا يعلم العبرية، يعني ما بيعرف يحكي العبرية، ما المغزى، ما الرسالة التي كنت تودين إيصالها؟ ما هي عزيزتي ليس المهم أن يأخذ مغزى العالم العربي، لأن هذا عرض خاص أصلا وكان عرض لنخبة ومجموعة من المثقفين. لست بالضرورة مجبرة على شرح هذا النوع من الفنون لجمهور عادي. هذه نوعية، على فكرة أختي، هذه عرض لفرقة اسمها فرقة أنثروبولوجي، يعني علم الإنسان. نحن نتحدث عن الإنسان، عن الجنس البشري. أنا أريد التواصل بين الجنس البشري، أريد إزالة هذه الحواجز، هذه الحدود الأيديولوجية. المضطرب نفسيا مثل رجال الدين الإسلاميين المتعصبين الذين هم ضد المرأة وضد الحرية وضد الليبرالية والديمقراطية، هم أساس هذه المشكلة وليس الشارع الكويتي. الشارع الكويتي يعني لو سمحت لي دعينا لا ندخل في رجال الدين، خاصة بأنه لا يوجد يعني أي شخص لا منهم للرد، ولكن اسمحي لي. لا 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 عزيزتي، برأيك التي كانت أفهمك، ولكن اسمحي لي بهذا السؤال. ربما غنائك بالعبرية جاء من منطلق ما يحصل في فلسطين وليس من منطلق رجال الدين. لا لا عزيزتي، أنا مالي شغل بقضية فلسطين. لا تدخلون الفن في أيديولوجيات وتعصبات سياسية ودينية. أنا فنانة، أنا قضيتي مو فلسطين، أنا عندي قضايا تخصني، أنا مهتمة بقضاياي أول شيء. يعني أنا ما أبي أتدخل في أمور ثانية تدخلوني فيها. شنو ذنبي أنا في مشاكل؟ منو قال أن قضية فلسطين قضية كل العالم؟ ليش تبون تدخلون ناس في معارك على طول؟ يعني بسؤال أخير، هل أنت راضية عن الغناء بالعبرية وستستمرين؟ طبعا، شو المشكلة؟ هذه حرية، حرية شخصية، وأنا أطلب بدولتنا أنها تكون دولة. هذه الدولة المدنية، أنا مطالب بالدولة المدنية التي فعلا التي وضعت في الدستور الكويتي مادة 35 و36 حرية الاعتقاد وحرية التعبير والرأي والبحث العلمي والتعبير عن الرأي ونشره بالقول أو بالكتابة أو غيرهما بالطريقة من الكويت. الفنانة الكويتية إيما، شكرا جزيلا لك. شكرا لك. والآن إلى الأخبار الرياضية مع لطفي. مساء الخير يا لطفي. أهلا يا ريما، مساء الخير. I'm a terrible person 'cause I've